العالم نوعا ما اللي داخل في الخريطه الاسلاميه شبه عربيه بالجهل نتاعنا ما قدرناش نشوفوا السوابق اللي هنا في التاريخ المعاصر نتاعنا. السلميه اللي يدعيوا ليها بعض الابواق اللي تبع قطر وتركيا ولا الخليج والسعوديه ولا الامارات والسعوديه، سلميه تخدم النظام الجزائري الفاسد الاستعماري، ما تخدمش مصالح الشعب الجزائري. لانه اول تصعيد هو تشكيل قياده تمثل الشعب الجزائري. اول تصعيد هو الاتفاق والتمحور والاتحاد حول قياده سياسيه وحول مطالب سياسيه واضحه مكتوبه تعتبر خارطه الطريق للشعب الجزائري الطائر من اجل اسقاط النظام. وماشي اسقاطه بمواجهه سياسيه. يعني النظام الاستعماري في الجزائر اللي حاليا يمثلوا تفون واعوانه يعتبر قطب سياسي، نقابلوه بقطب سياسي ثوري شعبي عنده مطالب وخارطه الطريق ويقول له روح الجزائر احنا تاعنا، احنا ولادها وحنا قادرين عليها، انت ما تحققش. وحتى كون نحتاجوك في المرحله الانتقاليه اللي راح ينتقل فيها الحكم من حكم المافيا والاستعمار الى الشعب الجزائري، لكن بعد هيكله التطور ماشي قبل هيكله التطور. Parce que 42 millions d'Algériens ne peuvent pas tous parler en même temps, sinon on va être. ما قدروش. لازم نقابات. لازم مجتمع مدني جديد. ماشي مجتمع مدني خلقوا بوتفليقه واعوانه ومن قبل الشاذلي واعوانه بالخيري كومباني وبومدين وروح. نحتاجوا مجتمع مدني جديد حقيقي منبثق من الثوره الشعبيه. نحتاجوا تيارات سياسيه جديده منبثقه من الثوره الشعبيه. يعني 20 تيار سياسي، 500 او 1000 يعني اسوسياسيون جمعيات، مرحبا. هاد الناس كل يشكلوا القاعده او النواه الاساسيه لخلق قطب سياسي يبرر مطالب الشعب الجزائري الى مطالب موضوعيه حقيقيه هادفه تقوم بالتصدي لهذا النظام القائم حاليا اللي هو نظام استعماري استثماري. اسكو جمالي صح غدوه الشعب الجزائري نظم قياده سياسيه، دونك عندنا قياده سياسيه تاع الشعب وعندنا هذا السودو بريزيدون كي با يسرا اوبليجي دابتشكي لو با الشوا قيصا. شوف لكن تنظم الشعب واتفق على قياده سياسيه الرئيس تفون الحالي والنظام اللي معاه راهم في وضعيه وين لازمهم يقدموا استقالاتهم، ولا ما قدموش استقالاتهم يقدموا يعني كما نقولوا حنايا استقاله لكن في مجال زمني معين، سافودير جيري لا ترانزيسيون اي اون نيغوسياسيون افيك لو بوفوار بوليتيك بوبولار دو مانيير اسكو الجزائر تسير في مرحله انتقاليه بكل امن وامان، لكن تفويض وقياده وقوه وسلطه للشعب الجزائري والمفاوضين نتاعو ماشي للتفون والناس اللي معاه. باسكو سي بور سا مسيو رحماني هذا التفون ولا التبون كما ولديت كيما نو نقول تفون يفو ديالوغي يفو كري ان فات اون ان جروب كي سوا ديزون بورت بارول دو بوبل باسكو سي كي نا اي نا با لو شوا ان فات. او فات نجاوبك انا التفون والناس اللي معاه يجو او فونتريلوك تو سامبلومون، سيتادير ما يحوسوش يتحاوروا مع الثورين الحقيقيين الرجال الجزائريين الحقيقيين، يحوسوا يتحاوروا مع العدنب نتاعهم اللي راهو في قالوا للديب شكون يشهد معاك؟ قال لهم كعالتي والحديث قياس سيتو. كي تجيب كلب وتحوس تقاضيه وتشهد كلب واحد اخر هذه فاميليا تاع كلاب يشهدوا كل مع بعض زورا وبهتانا. هذا النظام ما يحبوش يتحاور مع الثوريين الحقيقيين
يحوس يتحاور مع ناس هو خلقهم. داكور. اسمح لي مدام، لأن الثوريين الحقيقيين أولا ناس طائرين ضد نظام فاسد، اثنين عندهم حلول حقيقية وموضوعية للاقتراح، ثلاثة لا يقايضون بالجزائر، يعني ما يبيعوش الجزائر مهما كانت الظروف. تحاور مع الناس هادو لكن قادر على الحوار يتفون، لكن باش تحاور لي مع جيل جديد ولا فافا عاود خرج رحابي وفم القبقاب هذاك رحابي، رحابي مو حزمه والو. رحابي واش يكون هجاله من الهججل نتاع نظام السابق ونظام اللي قبله، ما يكون والو. شفنا الفضائح نتاعهم والمينيستر نتاعهم والاختيارات نتاعهم، حنا رحابين هضرنا عليه، الناس ساموا علينا، قلنا لهم بلي زفر له هذاك ابراهيمي والله ثاني الشيخ هذاك الشيبوخ هذاك راح يجري كي الكلب. واش رحماني رحابي لوي ميم اديك تبون نافي اوكين شونس دو تر بريزيدون. رحابي لوي ميم ا كريتيكي تبون ودرك رحابي هذا مدام كي نهضروا عليه نضيعوا الوقت. رحابي والناس اللي معاه وشي هما جواري تاع النظام اي جو باز مي مو سي لي كورتيزان دو سيستيم، جواري تاع النظام. ما عندهمش معنى جواري، رحابي جاريه ملك ايمان تاع النظام فقط. ما نهضروش على الناس هادو ماشي رجاله، سي با دي زوم، هادو سي با لي زوم ا بواني دو لالجيري كي بوف سوفي. هادو ماشي الرجال اللي يقدروا يسلكوا الجزائر ويخرجوها من الازمه اللي راهي فيها. هادو كيما يقولهم بالعاميه تاعنا المرخص الشمايت، المرخص لا قيمه لهم. جوست سينيالي قالك لو سون il faut savoir que ça vient pas de nous. Là, le son il est très bien. C'est je crois que la connexion en Algérie elle diminue, je sais pas ce qui se passe mais ça vient du voilà, la connexion algérien, voilà, nous on n'a pas de problème, on peut pas le régler, il est réglé à fond mais malheureusement beaucoup se plaignent de, du manque de son. De la qualité du son. Ouais. Ah, monsieur Rahmani, donc, Chahal Jazairi, donc la première, c'est It Not Dumb. Et il doit séparer l'armée du civil. C'est-à-dire que il faut engager. Ce n'est pas un dialogue qu'il faut qu'il engage, c'est. Le chef de Zahir, il doit décider. C'est-à-dire qu'il a une ligne droite à faire. Il doit décider, aujourd'hui ou demain, de qu'est-ce qu'il doit faire. It's not dumb. It's not dumb. Yataheikal. Yerbah al-Ma'araka.